السلام عليكم اخوتي، ان شاء الله نتمنى تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. اليوم غيكون عندنا ان شاء الله تمارين الرجلين، تمارين لتقوية عضلات الرجلين ونحت عضلات الرجلين. كما نعرفوا ان عضلات الرجلين هما الشيء المهم اللي في العضلات الرجلين، يعني في الجسم كامل هما اللي كيحملوا الجسم كامل تقريبا، عضلات الرجلين فقط. فاليوم ان شاء الله غنخدموا عليهم ونخليهم يكونوا قويين في نفس الوقت نحت عضلات الرجلين. Hello good people, welcome back to our program. Today we are training these bad boys, the legs. We're gonna shape on them, we're gonna strengthen them, we're gonna hard work on them because we need them to stand on them, no? So let's. Yep. ناخذ نفس breathing out ناخذ نفس رايح رجلين شويه take a rest a little bit like 5 up to 10 seconds and again the other legs Thank you.
ريح نستهل جبيت نقرات نحط راحة بين 25 10 ثواني from we take rest from 10 to 5 seconds every each leg okay stop. Thank you.
سالينا التمارين ديال اليوم، خلصت التمارين اليوم ان شاء الله. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، هي تمارين قويه ماشي سهله، تقريبا ما تكونش للمبتدئين، تكون الادفانس للناس اللي بيكون عندهم يعني مستوى من اللياقه شويه عالي. هي في نفس الوقت بتساعد على ان العضلات تخلي الشيب عند العضلات، تبقى نحت عضلات الرجل، في نفس الوقت تقويه عضلات الرجل وتكبير عضلات الرجل، يعني ماشي غير عاديه كتكبر عاديه بالشغل، لا تكبر بعضلات. يعني كنستافدوا كثير من التمارين، في نفس الوقت التمارين فيها ثلاثه الفوائد: تقويه وتكبير ونحت عضلات الرجلين. نتمنى ان شاء الله تكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وما تنسوناش من الدعم ديالكم من لايك الاشتراك القناه، تفعلوا زر الجرس وشي كومونتير زو من عندكم باش الدعم ديالكم ان شاء الله باش غنوصلوا. وشكرا بزاف. Feel free to repeat them a couple of times if you are more advanced level, and enjoy to get your feet strong as you stand on them, correct? Bye-bye.